رسالة إيجابية للفريق. عندنا يوم الخميس مباراة مع نادي الزمالك، مطلوب المكسب فيها إن شاء الله. إيه اللي نقدر نقوله للعيبة وللناس كلها؟ يعني هنقول احنا متفقين في الرأي مع الجماهير. احنا شايفين والجماهير معظمها بتفهم كورة يعني. هو الراجل نفسه طلع مش مبسوط يعني، لكن عايز ادي رسالة إيجابية. أكيد، لكن يعني عايزين نقول للجمهور زي ما قلنا قبل المباراة إن دي مباراة في بداية الموسم، بغض النظر على إنه الفريق لعب مبارتين أفريقيتين، لكن بعد كده الفريق خد أجازة ورجع تاني. فبدأنا لعيبة المنتخب خمسة ستة كانوا في المنتخب وناس في منتخبات تانية وهكذا. يعني ما حصلش تواصل مستمر أو تصاعد في المستوى. حصل دروب اللي هي الأجازة ولعيبة المنتخب، الفريق تفتت ثم تجمع مرة أخرى، وبالتالي فدي تعتبر البداية، والبدايات دايما صعبة في كرة القدم. صحيح. أي مباراة في أي بطولة بتكون دايما صعبة. الفريق أدى على فترات، يمكن الثلث الأولاني كان جيد جدا، الثلث الثاني أو بقية الشوط لم يكن جيد، الربع ساعة الأولى في الشوط الثاني لم تكن جيدة، ولكن الفريق استعاد بعض من قوته وبعض من هويته في الشوط الثاني. شيء طبيعي أنه ده الهزة دي تحصل في المباراة الأولى، لكن عامة اللي جاي عمره ما هيكون زي اللي فات، اللي جاي هيكون افضل، لان كولر اكيد هيقعد هيشوف المباراه مع الجهاز بتاعه، هيعرف الاخطاء بتاعته فين، السلبيات الايجابيات، ايه اللي ممكن يعمله ويصلح بيه شكل الفريق سواء في التشكيل او طريقه اللعب. مباراه الزمالك تختلف في اهميتها عن مباراه سيراميكا. اللاعبين بيبقوا اكثر جاهزيه نفسيا لهذه المباراه واكثر قدره على العطاء والالتزام والروح القتاليه فيها، فانا متفائل بما هو قادم بالنسبه لمباراه الزمالك. الفريق ابدا لن يكون بهذا المستوى اللي احنا شاهدناه اليوم، هيكون افضل بكتير ان شاء الله مع بعض التغييرات اللي هيقوم بها طبعا كولر في المباراه الثانيه. مباراه الزمالك تحتاج تشكيل اخر، تحتاج الى نوازع وفكر اكثر جراه بالنسبه للمباراه. التنافس التقليدي بين الفرقتين بيشعل حماس اللاعبين، وبالتالي انا متفائل انه المباراه الجايه هتكون مباراه جيده ان شاء الله. لو اخترت لعيب او اثنين او ثلاثه من الفرقه عايز توجه لهم رسائل غير رسالتك للجمهور، تختار مين؟ عايز اقول حاجه طبعا في النقطه الايجابيه. حضرتك في اربع مراحل، يلا. كويس وبكسب. مش كويس وبكسب. كويس. كويس وما بكسبش. مش كويس وما بكسبش. أيوة. فانا في في الحته في الامان. لو مش كويس وبكسب. وبكسب. حلو. فانا خليني ايه دايما ايه في الحته دي. عشان اروح للكويس واكسب. كويس. فخلينا دايما في المنطقه. احنا في المرحله الثانيه. في المرحله الثانيه. عايزين نطلع المرحله الاولى. عايزين بقى نطلع المرحله الاولى. ده شيء مهم جدا. بقول لك يا كابتن محسن، عرفت برضو تربي كويس. ايه رايك؟ يعني ما شاء الله. من شويه قلت له انت بتذاكر من ورايا. حلو يا خلود، اتفضل. فخليني دايما يعني بقدر ان انا مش في احسن حالتي بعرف احافظ على المكسب. كويس. فده دي حاجه ده تبقى حلوة من الجمهور دايما في الناحيه الايجابيه، ان انا باخد دايما نص الكوبايه المليان. ماشي. يعني استفيد بالامور دي، وخليني ازق دايما لقدام، ما اخدش الفرقه لورا. انت وحش انت وحش انت وحش انت وحش، فابتدي اروح للمرحله اللي تحتها. صح. فابقى كويس ومش عارف اكسب وما اكسبش. وبعدين اروح انزل بيراميدز النهارده كويس وما اكسبش. وبعدين شويه تزقني تاني واروح رايح في الحته الثانيه اللي هي بقى لا عارف اكسب ولا عارف ابقى كويس. خلينا نطلع لفوق. فخلينا ناخد لفوق. كويس. فدي نقطه مهمه جدا. حلو. رسائل لمين؟ لا رسائل حاجات كتير. اول حاجه يا طاهر، يعني ببارك له، وهو تعب كتير فربنا قرب اشتغل يعني. افضل دايما اشتغل اشتغل. اكرم خلي بالك، خلي بالك. يبقى الاول طاهر. ايوه. الثاني اكرم. اكرم خلي بالك. يعني التدخلات يعني لازم تبقى بحرص عشان ما تتصابش تاني. البطاقات، البطاقات والاصابات. والاصابات. نعم. دول مهم مهم جدا. نعم. بالنسبه لي يعني حبيت ان انا واكتر واحد طبعا رامي. رامي فتره. نعم. بشكره طبعا على مستواه. وده رساله واضحه جدا. نعم. لما يكون النادي عارف امكانيات اللعيب يصبر عليه في الاصابه. برافو عليك. عارف امكانيات رامي، صبر عليه كتير جدا جدا. نعم. جدا. كل الفترات رامي هيمشي، جاله عرض ومش عارف كان خلاص راح المقاولين، راح المقاولين
ما هي نعم. لا هو وهو اجتهد موسيماني بعدها. موسيماني شاله من القايمه اللي مسافره كاس العالم، لعيبه كلها سافرت ما عدا هو. ف كنت اروح النادي الاقيه بيتمرن كل يوم لوحده. صبر نعم. هو احسن لعيب في مصر بدون مناسبه حاليا. عشان ما نقعدش بقى نقول كلام فارغ وكل الاحترام للناس، لكن رامي ربيعه هو افضل لاعب في مصر بلا منازع هذا الموسم. ده واضح في مباراه نعم. الاهلي الاخيره، في مباراه المنتخب وعلى مدار السيزون بصراحه كله يعني.